طيب تعالي نبتدي بقى كده مبدئيا واحدة واحدة نعرف الناس ايه هي اليوجا، وهل هي لايف ستايل ولا هي رياضة ولا هي ميكس من الاثنين؟ لا، هي اليوجا مش رياضة، هي ما تصنفش انها رياضة، هي لايف ستايل. بنعمل فيها حركات فيزيكال بجسمنا، لكن هي مرتبطة كمان بالديسيبلينز بتاعتنا والروحانيات والنفس. هي لو كانت رياضة كانت تدرست في المعاهد الرياضية عادي. هي مش بتدرس، هي بتدرس في المعاهد الرياضية. مفيش فيها مسابقات، مفيش فيها بطولات. هي مساحة للمنافسة يعني. When you challenge, you challenge yourself. انت بتنافس نفسك. بتنافس نفسك عشان عايزة تبقى أحسن، عايزة تبقى فيها سمو لنفسك، فيها حب لذاتك. السمو ده بيتحقق من خلال الاستغراق في التركيز في اللاشيء، ولا أنا فاهم غلط؟ لا، مش في اللاشيء، لازم يكون في شيء أنا مركزة فيه. حلو. أول أهم حاجة أبقى مركزة فيها هو أنا، جوايا أنا. يعني هي اليوجا عبارة عن إيه؟ إن أنا أتحد مع نفسي. فأنا دلوقتي إن أنا أكون يونيون مع نفسي، لكن بسيباريت نفسي من اللي حواليا، فركز في الإنر بتاعي أكتر. طب هل الاستغراق ده ما بيتحققش غير من خلال أوضاع معينة في القعدة أو في الحركة؟ المديتيشن طبعا هو الأساس، هي اليوجا. التأمل هو اللي بيخليني إن أنا أبقى مركزة مع نفسي أكتر. التمارين وانا بتمرن لما بركز مع نفسي وبركز ان انا في البريزنت، يعني انا دلوقتي ما بركزش في حاجه فاتت في الماضي ولا انا بفكر في حاجه ورايا في المستقبل. طب انا في البريزنت. ممكن الحاله دي عاليه تتحقق وانا قاعد على كرسي عادي وفاصل تماما وزي ما انت بتقولي متوحد مع نفسي؟ هيجي حاجه تيجي في بالك. مش هيجي حاجه تيجي في بالك، لكن الاستغراق الكامل بيتحقق اكتر من خلال لما اكون على المات، اكون في مكان هادي، اركز في نفسي. اصل هي اليوجا عباره عن ايه؟ ان انا بوحد النفس والبادي والسول، يعني انا روحي وعقلي وجسدي في بينهم كونكشن، في بينهم هارموني، في تناغم ما بينهم. فلما ده بيبقوا مع بعض التلاتة، في تناغم ما بينهم اللي هو النفس والموفمنت بتاعت البادي وعقلي، خلاص انا كده حققت اللي انا عايزاه. طب حلو، حالة السلام دي اللي الواحد بيكون فيها انجازة التسمية، يعني هل الحالة دي اكيد بطبيعة الحال ليها انعكاسات ايجابية على الحالة المزاجية وعلى الحالة جداً النفسية؟ جدا جدا. طيب. حضرتك لو بتلعب اي رياضة وحاسس ان انت مجهد، ممكن يوم ما تروحش التمرين. لكن لو حضرتك مجهد، انت لو رحت اليوجا ترتاح، مع انك بتعمل تمارين، بس هي بتعمل ريليف للستريس بشكل مش طبيعي.